خلاتني تخرج وجات هي وولادها سرقوني بالعرف. انا الا ما لقيتش سيدي ما نكذبش عليكم، انا كنفكر في الانتحار. انا ما عندي لاش نبقى جالسه ومعذبه، اولا ما عنديش العينين، ثانيا ما عنديش باب اللي غادي يتسد عليا، وغنعيش حياتي انا كيف ما عباد الله. والدي ينكروني، خوتي ما تلاوش عقلوا عليا، نمشي نعرض راسي للطوموبيله ونموت حسن ليا، الموت افضل ليا. اهربت بخطره وداروا في بلاصتها طريق، جابوا لغت ليهم ريبوا نهار الجمعه، وانا كنت هنايا وما مشيتش نهار الحد، ريبوها نهار الحد، ونهار الاثنين جابوا الطريق وجابوا كاميو وهزوا هذيك الردمه وجابوا الحمري وداروا الحمري في بلاصه هذيك البلاصه اللي انا كنت ساكنه فيها. هذا الشيء اللي كاين سيدي. دابا انت من كتنعسي هنايا؟ انا والراجل ديالي يا سيدي. راجلك ما خدامش؟ لا سيدي، لا سيدي، كان سيدي صباغ ودابا ما بقاش كيقدر يخدم رجليه فيها اليد، ما بقاش كيقدر يطلع. سيدي انا الا ما لقيتش سيدي ما نكذبش عليكم، انا كنفكر في الانتحار. صافي هادشي اللي كاين، انا ما عندي لاش نبقى جالسه ومعذبه، اولا ما عنديش العينين، ثانيا ما عنديش باب اللي غادي يتسد عليا، وغنعيش حياتي انا كيف ما عباد الله. انا بغيت غير ناكل ونشرب ونجلس في محيلي ونسد عليا بابي ما يدقش عليا مول الكره، ولكن الجهد ما وصلني فين. والدي ينكروني، خوتي ما تلاوش عقلوا عليا، وشنو غندير في نظركم؟ حسن ليا نمشي نعرض راسي للطوموبيله ونموت حسن ليا، الموت افضل ليا، افضل ولا نبقى نتعذب بحالكم. لا سكنه لا معيشه، وهاد كورونا ما شديت انا لا معاونه من المخزن لا حتى شي حاجه، الله غالب. عندي 3 دراهم بسطامي، شنو غدير لي؟ غتغديني ها نتوما ها الخبز عطاوه لي غير الناس فيه الحوت، كليت منه خليت منه للراجل شويه باش يبان يشوفوا الناس. ها هو سيدي، هذا هو الغدا ديالك يا سيدي، ومخليه منه للراجل ما ياكل حتى هو، حتى هو يعتق. وقريعه حتى سيدي ديال الماء حتى سيدي، وبصيله ومطيشه الا جاني الجوع نديرهم، وقبيطه النعناع سيدي ها نتوما ها نتوما. صاوا مطيشه كتاكلها خضره؟ يا سيدي ما عنديش سيدي فلوس للحم، ما عنديش سيدي، الله غالب. في الاول سيدي حنا خلصنا الكرا، كرا ولينا واحد الكوري كانوا فيه البهايم، ودابا ما بقاش الكرا. منين تحيدوا البرارك ولا الكرا غير الرهان، وانا سيدي ما عنديش باش غادي نمشي نراهن ب 100,000 ولا بمليون. مشيت كريت هذاك الكوري ب 8,000 ريال، ما عندوش الشراجم، قلت لها صلحي ليا، صلحت ليا غير واحد الشرجم ومخلياني ناعسه على الحجر. منين هضرت على الاصلاح خلاتني تخرج وجات هي وولادها سرقوني بالعرف. منين جيت انا والراجل ديالي دبرنا لها على فلوس الكرا، وباقي الشهر كنخلصوا نهار 23، هي بغات نهار 20 في الشهر نعطيوها 8,000 ريال ديال الكرا، وهي غير كاتبني بها والبني العشوائي. منين جينا قلت للراجل ديالي واش قربنا للدار مع انا ما كنشوفش، قال لي راه ما بانت لي حتى شي دار. منين درنا لقينا النص ديالها هابط، قالوا جاوا لعندنا هما تيتسابقوا، قال لك راه القايد راه جا وريب وحط لك حوايجك في الزنقه. القايد هو السلطه، ما عمره ما غادي يحط لي حوايجي اولا غيسرقني ويحط لي حوايجي في الزنقه، وانا مرا كبيبه وهو راه مشيت لعند واحد المره واستقبلني بكل ترحب وبكل عفويه وشد لي الحق ديالي. ومنين وقع لي هذا المشكل مشيت عنده الشيخ واكل الفلوس، حيت هما داروا الضاله وعطاو الرشوه، الشيخ ما خلانيش ندخل عند القايد. هما سيدي ريبوا الدار وداروا بلاصه طريق. دابا انت فين كتعيشي؟ انا سيدي دابا انا 4 ايام هذه وانا في بطانه. غير في الزنقه دابا؟ ايه في الزنقه متشرده. راح ويجاتي راهما بالنهار راه كنجلس هنا على الشمس، وبالليل كنمشي كنعس ليها حدا حويجاتي باش ما يديوهمش ليا. وانا تنطلب من الله يشوفوني المغاربه ويحنوا عليا، انا ما بقيتش كنشوف وما عندي اللي يخدم عليا، راجلي كبير. انا تنطلب غير سكنه وشهريه باش نعيش بحالي بحال الناس حتى النهار اللي ربي يدير الروح. يعني انت مريضه ما كتشوفيش؟ يا سيدي انا ما تنشوفش سيدي، هانتوما ها عينيا. شنو وقع لك؟ قلتي لي وقع لك شي مشكل لعينك واش كتشوف؟ يا سيدي انا الطنسيو هبط ليا العين، انا ديجا ما كنشوفش، كنت كندير النظاظر، واما دابا ضربت ليا القرنيه ما بقيتش سيدي كنشوف، هي كنخيل هي شي شويه وصافي. وبالليل كيقودني الراجل ديالي هو اللي تيقودني. فين كنتي باش رجعتي لقيتي الدار؟ كنت هنايا في بطانه، جيت كندبر على فلوس الكرا باش نعطيهم ليها نهار 23 باش يبقى معايا الحال، وناضو هما ريبو قبل 23 في الشهر. وقع لك شي
ضربت كتقطعي الكلى كنتي كتقلصي؟ اي سيدي كنتقطع سيدي بعرق بعرق. تعاونوني حباب الله. ودابا منين جات كورونا سيدي كلشي الناس مأزمة، الله غالب الله غالب سيدي ما كرهت شيء. هاد الناس اللي ريبوا الدار ما كنتيش مقصره معاهم، كتخلصي لهم الكرا ديالهم؟ ما كيساعد لا سيدي، انا مخلصه سيدي كراتي وداخله سوق راسي. وسيروا سيدي وسولوا، واللي قال لكم كتخرج قدام الباب ولا كتهضر مع شي امراه ولا كتهضر مع شي حد، هانا سيدي هانا قدامكم. تنعمر مي هادي الماء ما عندي شيء، عندهم هما الماء، تمشي تنتهمسس ما كنشوف شيء، تنتهمسس ونعمر بيتزاتي وندخل بحالاتي. هاد الشيء اللي كاين سيدي. ومنين نجي لهنا عند الراجل ديالي ندور على مال المارشي نجيب خضيره، والناس الا عطاوني شي حاجه تندبر على فلوس الكرا. هاد الشيء اللي كاين، الا ما كاين شيء وغنشوف راسي في هاد الحاله. تيجيو عباد الله هنايا اربعه، والبارح دايزينو الراجل بايت سامر عليا لا يديوني ولا يتكرفصوا عليا. اربعه بيت الراجل ديالي فايق ليه، انا ناعسه ما جايبه خبر وهو عاس عليا لا يديوني. يا سيدي كتشوف راسك معرضه للخطر؟ اي يا سيدي انا معرضه للخطر في اي وقت يا سيدي. انا ما كنتش في دار با، دوز غير شي طوموبيل شي واحد متهور ويضربني تماك ويخليني ملاوحه تماك، حيت هذيك راه فيراج راهو، وانا جيت للشارع باش حتى شي واحد ما يتعدى عليا. خويا حبيبي حنا كنا بخير وعلى خير، كاري المحيل محيلنا خلاص نكراه، مشينا من هنا حيت كنجي هنا كنخدم كنطورو باش نعدو نطورو عدا تاع الخبز. ملي رحنا للمحل مشينا لقيناهم طواطا وحويجنا وحطيتهم في الحيط، قال ما تكون مول هادشي مول هادشي، قال راه الحكومة القايد والجزرمية والشيخ وكذا. ملي جينا نبحثو على الأمر وقلنا المخدم ما غادي يسكك وغادي يزاوطنا حوايجنا بدون ما بيستوني استجواب، ما يمكنش، ضروري غادي يعطيونا واحد النهار ولا يومين ولا ثلاث ايام ولا اربع ايام باش غادي نهزو حويجاتنا، غادي يعلمونا اعلام. قال لك لا راه المخزن ما المخزن الديور كاع ماشي غا ديورنا، ماشي غا هاد المحل اللي ريبو هذا راه جا في الطريق ما جا في الطريق. واخا سكتنا كملنا حويجاتنا، جينا نقلبو حويجاتنا لقينا النص فيهم مشى، كاع اللي فيها الضو ما بقاش. حتى نخويت كان دينا باش نشر حويجاتها وباش وقرصات مشاو. الله يا ودي اش هادشي وكنشوفو فيه. جينا نشوفو وصولنا الجيران قالك ما كاين لا مقدم ولا قايد ولا شيخ ولا والو، اغا هما اللي ريبوه. الله اعلم ما عرف قلتهم. المراه جينا الحد في الليل ولقينا المحل وبتنا في الزنقاق وضلينا الاثنين وبتنا للثلاث نهار الثلاث مشات المقاطعة والقيادة. ملي مشات القيادة باش تشوف الأمر كيفاش داير حبسها الشيخ ما خلاهاش تدخل عند القايد ولا عند الخليفة. أش قال لها؟ قال لها ماشي على حسابنا، على حساب البراهمة. وانتم الكراكم شوفوا شحال فوقتو وكل شيء. كنخلصوا فوقتو وكل شيء. يلاه معانا تتشوفوا تتشوفوا البلاصه وتتشوفوا تعرفوا المحل فين كنا وفين سميتو، راه خمس سنين وحنا ساكنين تم قبل كاع هذا المحل، هذا المحل تحولنا. ما عارفين لهم بحاجه، ما هدينا لهم حتى حاجه، هما ها حنا. كيكذبوا على الميتين، ما الحيين ما كيكذبوش عليهم اخويا حبيبي. واش غنكذب على نفسي؟ وانا معروف بان ها حبيبي مخلصينهم نهار 20 جاو قالوا ها راهي الفلوس راه الشهر كمل، وحنا دخلنا لو 23 خصنا نغلطوا لو 23. قالت لي هلا راه الشهر كمل وبقينا عولنا باش غادي نخلصوا يعني نهار الاربعاء. هاد الاربعاء اللي دازت، هاد الاربعاء اللي دازت لو 23 كنا غادي نخلصوا الكرا. هما ريبو قبل مريم كرسي راه ريبه. وتسرقنا سرقونا وسرقونا سرقونا دخلوا سرقونا وعاد ريبوا داكشي وقال لك لا راه القايد باش حنا ما نهضروش على الحوايج. هذا هو الغدا ديالكم يا حبيبي. هاد البصيله هما طيشه كطيبيها؟ لا سيدي خضره، سيدي شليضه شليضه سيدي ها انت ها انتم.